أهلا بكم. أعلنت لجنة العمل النيابية عن هدر أموال تقدر بمليارات الدنانير سنويا من قبل المتجاوزين على رواتب الإعانة الاجتماعية من غير مستحقيها. وأوضح عضو اللجنة فاضل الفتلاوي أن الكثيرين من المستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية غير مستحقين لها، لا سيما وأن بعضهم يعملون في وظائف حكومية وآخرين لديهم أعمال في القطاع الخاص. قالت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة إنها ضبطت عددا من المتهمين العاملين في شركة أهلية ببغداد لقيامهم بترويج معاملة منح قروض وسلف بدون ترخيص. وأوضحت الدائرة أن 5 متهمين ضبطوا في إحدى الشركات التي تقوم بممارسة أعمال الصرافة والتوسط مع المصارف الحكومية لغرض ترويج معاملات منح قروض وسلف استقطاع واستقطاع مبالغ للشركة بدون إجازات وتراخيص من الجهات المختصة، مؤكدة ضبط مبلغ 30,000 دولار أمريكي ومعاملة وكتب تأييد خاصة بالقروض والسلف عائدة لعدد من المواطنين والمتقاعدين. قال عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية نوفل الناشي إن اللجنة لم تستدعى ضمن وفد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى السعودية للاطلاع على حيثيات التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأبدى الناشي استغرابه من عدم إشراك لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية ضمن الزيارات التي تجريها الحكومة لدول الجوار عادا ذلك تهميشا لدور اللجنة. قال عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة عدي عواد إن أهالي المحافظة الأحياء والأموات مهمشون. وأضاف عواد أن التهميش في البصرة لم يقتصر على الخدمات والوظائف بل شمل حتى علماءها الراحلين. والحسن بن الهيثم البصري خير دليل عندما استبدلت صورته من العملة العراقية بصورة نصب الحرية. أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري تصويت مجلس محافظة بغداد على موازنة الأمانة العامة المخصصة للمشاريع الجديدة في العاصمة بتحفظ. وقال الجزائري إنه من الضروري العمل من أجل المصادقة على مشاريع المحافظة من قبل وزارة التخطيط من أجل إنجاز المشاريع الخدمية التي تفتقر إليها العاصمة. مشاهدينا الكرام، نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.